صباح الخير اسماء اهلا توني صباح نور. النور اليوم. الحمد لله انا بخير انت كيفك انا كثير منيح صباح الخير لكل مشاهدينا وين ما كنتوا عم تحضرونا بالدول العربيه او بتركيا نهار جديد بنطلع عليكم هيك مليء بالنشاط اليوم انا جاي كثير نشيط وانا جاي نشيطه خصوصا مشاهدينا اليوم عطله اليوم عيد العمال بتركيا تركيا بتحتفل بهذا اليوم بشكل رسمي واليوم الشوارع على قليل الروت جيت فيه كان فاضي كتير استمتعت بفيو البوسفور بطريقة هيك كتير هادية وخاصة يعني كان كان فيو كثير حلو اليوم مثل ما قالت اسماء واحد ايار 2012 واحد ايار هو عيد العمال حتى كمان بالدول العربيه بتحتفل بهالعيد وهو عيد وطني نحن هون بنوجه تحيه لكل عامل بالوطن العربي وبتركيا اللي عن جد بيستحقوا يوم هيك عطله هذا يوم لالهم يعني بس هيك مو بس بالوطن العربي وبتركيا بالعالم كله مشاهدينا العمال هن الشرايين الحيوية للمجتمع وللوطن أكيد نحن كلياتنا من لهم كتير تقدير واحترام وطبعا شيء حلو مبادرة حلوة من خلال الحكومة التركية تحتفل بهاليوم هذا بشكل صح. رسمي يمكن اسمى اكثر عامل لازم نوجه له تحيه لانه هو شخص واحد بيجمع كامل المهن مين؟ الام آه هي المربيه وهي الحاضنه وهي الطباخه وهي الخياطه وهي الممرضه وهي كل شيء يعني هون يمكن هذا العيد يمكن كمان خلينا نقول عيد الام والعمال يعني للاضاءه اكثر واكثر على ملف الشرق الاوسط اللي جدا متشعب وجدا كثير كبير معنا دكتور تالها كوسي باحث في مركز الدراسات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه في جامعه مدينه اسطنبول اهلا وسهلا فيك اهلا بكم يعني مش عم نعرف من وين نبلش لانه يعني مثل ما قلنا الملف الشرق الاوسط كثير شامل ورح نمر عليه بجوله كثير سريعه بكل بلد رح نسال سؤال سؤال جدا بسوريا اللي بعدها هي الازمه قائمه لحتى الان بهالايام بتعتقد دكتور طالها انه فشلت المبادرات السياسيه والدبلوماسيه لاحتواء الازمه السوريه؟ بالنسبة بالفعل خطط بولي كوفي عنان في البداية لم نكن نتوقع أن تكون ناجحة والمتوقعين بنجاحها كانوا أقلاء وروسيا والصين الدائمين في عضويتهم صاحبين عضوية الدائمة في المتحدة كانوا يطلبون بتخفيف وإبطاء عملية التفعيل في سوريا وبشكل كامل لم يكن يت... هناك توقعات لتطورات جيده في سوريا ونحن نعيش هذه الفتره و... توني تقرير حلو كثير وممتع وضيفنا فعلا فريد هيك من نوعه بفعالياته النشيطه كثير، طبعا هو رئيس جمعيه المعسكرات بتركيا فخر التين جوزيت ومعه بنته كمان اهلا وسهلا فيكم اهلا وسهلا فيكم اهلا بكم واشكركم فعلا توني موضوع بي بيهم كثير اكيد اولياء الامور قبل كل شيء خصوصا يعني مع اقتراب فصل الصيف يمكن بتهم مثل ما قلت اسمع الامهات او الاباء يبعثوا اولادهم لهيك معسكرات اكيد بس طبعا انا هون مهتمه كثير خصوصا بعنوان المعسكر اللي عم يقوموا فيه كل سنه وهالسنه هذا بشكل خاص اسمه نجوم المستقبل آه شوي عنوان آه آه كيف يقولوا واثق من نفسه زياده عن يعني اللزوم انت ايه. اه انتوا واثقين من نفسه جذاب جذاب ايه قبل كل شيء آه طبعا بعد ما رحبنا فيكم انا حابه اسال آه ضيفنا آه من وين اجا اسم هال آه هالمعسكر نجوم المستقبل اه اه. جو المستقبل في الحقيقة عندما كنت في الجامعة في الصف الثالث هذا ما شكلت فكرة بنفسي وكنت ألعب الباسكت بول وأنا عندما كنت ألعب في كمحترف صبت في وعكة صحية وهذه الفترة رديت أن أقضيها إذا ملعب ألعب الباسكت بول يجب أن أعلم الطلاب وعلمت الطلاب الباسكت بول كرة السلة وأجريت ذلك واستأجرنا صالة من وفي المحلة التي بقربنا وزعت إعلانات بسيطة على الناس حوله وكان يجب علينا أن نضع عنوان لهذه الفعالية ومع صديقين أو ثلاث أصدقاء من جامعة أصدقاء قلتهم بأنني سأباشر مدرسة تعليم الكرة السلة ووضعنا اسمها نجوم المستقبل حتى لننشئ جيل من الشباب يعمل في تركيا وفي العالم ونكون لنا سعي واضح في المجتمع لكي نطور المجتمع على هذا الشكل وتطورت هذه الفكرة منذ 23 وعشرين عاما لهذا اليوم حاليا بدأنا فعلتنا بكرة السلة وحاليا اليوم في تركيا وخارج تركيا ننشئ معسكرات وبرامج للسيرف وتعليم اللغات وندوات عالميه وفعاليات اخرى ومن 23 سنه الآن ونحن ننشئ اجيال من نجوم المستقبل على الساحه العالميه وحاليا يوجد لديهم منهم في مراتب كبيره من المجتمع يعملون وفعالون خارجون من من فعالياتنا التي انشاءاتنا من دوراتنا وفي عام اول مره انشانا معسكر لكره السله كان عمره ثمان سنوات وحاليا هو يعمل في المنتخب التركي <applause> في الحقيقة نعم لدي عدد كبير من الأصدقاء من خارج تركيا ولدي صديقة من السعودية لم تكن تعرف اللغة التركية لذلك كنا نتفاهم باللغة الإنجليزية وكذلك هناك أصدقاء لي من إنجلترا ومن فرنسا وكنا نتحدث الانجليزيه معهم وطبعا الاكثر اصدقائي من تركيا ولكن في الغرف عندما يسكنون في الغرف مع العرب مع ولكن ولا بين عربي وتركي وعلى نسعى لان ينموا علاقات التحاور بين بعضهم ونخلطهم مع بعضهم بعض لكي نحصل على النتيجه المرجوه من المعسكر القادم من دول اخرى عندما يتكلم مع الاتراك كيف ياكل وكيف يتع... في في, في, في بيته ويتفاهم بعضهم على طريقه الحياه المتغيره من دوله الى اخرى ويروا الفرق بين الدول والحياة وأن الحياة ليست عبارة عن ما رأوه في التلفزيون أو قرأوه في الصحف حاليا هذا الطفال القادمون من من بلاد مختلفة يعيشون مع بعضهم حياة فعلية في المعسكر الذي نؤسسه لأنه من خلال تجربتك المهنية ممكن تقلنا شو بالأكثر سبب انتشار هذا المرض هل له سبب ثقافي بالعالم بأي مناطق منتشرة أكثر شيء؟ هذا المرض على الأخص لا يستدعوك لا بعرق ولا بشعب ولا بأي شيء موجود في كل دولة من العالم وهو بشكل متساوي في العدد في كل أنحاء دول العالم من عدد نفاس 10 إلى 12 موجود في الشعب وهذا في المعمرين بنسبة 20 في النساء تقريبا بعد سن الخمسين بالمئة أربعة في الرجال بعد سن الخمسين 50% يعني في ثمانية يعني عم في بالي أكثر مثلا البلاد اللي بتقوم بتتغذى بنمط تغذية أقل نوعا ما فيها دهون وزيوت مثل مثلا بلاد الشرق الأقصى بتعرف بيتغذوا اكثر بمنتجات البحريه مثلا عم حاول اسال هالسؤال هذا حتى اقدر اعرف اذا ممكن فينا نحن غيرنا نوعا ما نمط التغذيه تبعتنا ممكن نتفادى هالمشكله هيدي او هالمرض هذا بما انه حضرتك لمحت لموضوع الاكلات اللي فيها دهون نعم no. هذا سؤال جميل جدا نعم، الرجيم تأثيره على الغدة الزرقاء بال 140 في في دراسات الجري في اليابان فبدول في أوروبية في أمريكا تم قياسها مع بعض البعض بشكل نسب ولم يرى هناك أي نسب في المجتمع الأمريكي يتغذى بمواد شحن هنا أكثر في أوروبا مثل تركيا ودول الشرق الأوسط تغذون على الاحصاءات الموجوده في هذا بشكل نسبية مثل اليابان من دول الاسكندنافيه والامريكا والشرق الاوسط حضرتك قلت انه صار في صعود للنغمات الاثنيه والمحليه اكثر بالعالم صاروا صارت يعني المراجع الموسيقيه العالميه صارت تعرف اكثر الملحنين اللي بيلحنوا الموسيقى المحليه اكثر من الموسيقى الكلاسيكية المتعارف عليها بالعالم شو سبب هالشي هاد؟ ممكن يكون سبب هو ردة فعل للعولمة اللي عم بتعيشها العالم من كل النواحي الاقتصادية الصناعية الاجتماعية ممكن تكون هيدي ردة فعل للعولمة اللجوء أو الرجوع لكل شيء محلي وكل شيء أتني. حالياً في الدنيا تصغر تنضم وتنخسر على بعضها البعض نتيجه ان استطاعه الانسان المواصلات تفعل المواصلات وكانت الناس في القديم لا تخرج من قريتها حاليا ترون كل مواطن من اي دوله يمكن ان يدوس حول العالم بشكل عام واقتربنا من بعضنا البعض من الناحيه الثقافيه وصار عندنا معلومات عن بعضنا الاخر وبما يتناسب مع ذلك الذوق بكل خاص كل انسان له ذوق خاص للإستثمار الاستماع إلى الموسيقى في القديم كان من يسمع إلى الراك والكلاسيك والجاز كل لغة كان لها